يا حركة عايز واحد محاصر اخواننا في غزه وقافل عليهم المعابر، 1.5 مليون قافلين عليهم المعابر. مين هو؟ عايز اصرح انا بس عشان البرنامج بتاعكم، انا ما بحبش اقول اسماء عشان قلتوا ان البرنامج، انا بحترم البرنامج وبحترم يعني القواعد والقوانين اللي انتم ماشيين عليها، انما انا بايعها، انا مش مستني حاجه. اتفضل. ورب الكعبه ما في دماغي حاجه، عايز اقول بالاسماء كمان. طيب اتفضل. واحد محاصر من 1.5 مليون المعابر سته، انت دلوقتي خمسه تبع اليهود، انا اليهود محاصرنا لكن انت قافل المعبر ده ليه؟ وكل شويه تقول لي 48 ساعه فتح المعبر، ما تفتحه شهرين، ما تفتحه سنتين، ورايح تصدر لليهود الغاز والمحكمه تحكم ببطلان التصدير، تعمل استئناف، وبعدين تروح تستقبل ليفني تيجي من عندك تعلن الحرب على حماس، عايز ده ينصر القدس؟ تتكلم ازاي يا دكتور؟ ده ينصر القدس؟ ينصر القدس فين؟ القدس عايزه رجال ينصروها، عايزه رجال، عايزه رجاله يكونوا عارفين ايه الموضوع وايه القدس وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. انما احنا بنحاصر دول وناس تانيين قاعدين يا راجل، ده في ناس في التشيك بوينت اللي بيسموه اللي هي اللي اسمها نقطه التفتيش، نقطه التفتيش بيبقى ماسك الرشاش واقف، يوم ما تيجي الدوريه الاسرائيليه يحط الرشاش على الارض ويدي ظهره، بعد ما تعدي يمسك الرشاش ويعمل فيها راجل قدس. عايز ينصر القدس؟ مين اللي ينصر القدس؟ واحد اسمه امير المؤمنين، والناس بتروح تبوس ايده، ورئيس مش عارف لجنه القدس، المساعد بتاعه يهودي. المساعد بتاعه يهودي. انتوا بتتكلموا في ايه؟ القدس النهارده اصبحت للتجاره، زي ما بيقول ضيفنا بعضهم بيستغلها. القدس بقت للتجاره النهارده، مين اللي هينصر القدس؟ القدس عايزه رجال، انتوا لو مش رجاله تنصروا القدس، افتحوا لنا السكه. احنا عايزين نجاهد. انا طلعت لابس بدله الحرب في غزه عشان ببعت رساله ان احنا دعاء الى الله بدل وكرافتات وزراير قميص، لكن وقت القتال قتال، وقت القدس دي ده مقدس اسلامي. ازاي انا اروح اعمل عمره ولا اعمل حج الاقي يهودي واقف لي هناك؟ حد هيقبلها؟ طب ما هي موجوده في القدس، وكان لسه ضيفنا بيقول لك هناك اللي اليهود قاعدين وممنوع حد يخش، مش عارف اقل من 50 ومدخلينه بالعافيه، ودي بلده.